السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة يوميات بسمة وما شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وبخير. اليوم جيتكم بوصفة صحية ومقادير اقتصادية في كل دار كاينين بكمية كبيرة، تنجموا تنقصوا المقادير تقسموهم على زوج. جبنا الكعك وكخواسو وبان شوكو، ما تعاودوش كامل تشيلوهم من برا. حبيباتي ما تنساوليش لايك، واللي دخلتو جداد مرحبا بكم، ما تنساوش اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بارك الله فيكم وشكرا على تعليقاتكم الرائعه، ربي يحفظكم وينوركم، ربي يجازيكم كل خير. نبداو في الوصفه اقتصاديه سهله. كيما تشوفوا الزرع دائما عندنا هنا زرعت بسباس، حبه حلاوه وجلجلان، دائما هذا في الدار كاين هاد الحوايج. هنجيبو قصعه اللي تعجنوا بها، تحبوا بيديكم تحبوا ديروهم في البيت. درت غرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، والماء كما تشوفوا بالكاسه اللي عبروه ب 220 مللتر، درت 3 منه 3 الكيسان. تنجموا نتوما تقسموا المقادير، انا كثرت درت 3 تاع كيسان ما دافي. تنجموا ديروا الحليب في بلاصه الماء ولا ديروا نص بالنص. السكر تشوفوا عندي نص كاس درت اي شويه، هذه الفرينه الكامله اللي نديروا بها هذه العجينه وتجي خفيفه وقطنيه، ما كاش فرق بينها وبين الفرينه اخرى. مغرفه صغيره تاع لافاني، انا خليت الخميره مع السكر تفاعلوا شويه، من بعد بديت نضيف المكونات. درت هنا جلجلان مغرفه ونص، ولحظه حليب غبره ثلاثه د المغارف، وهذه زرعت الزرع درت زوج مغارف ورحيت بالاشوار ولا روبو ولا اي حاجه. ضفت حبه تاع بيض، نتوما تقدروا ديروا البياض والصفار تخليوه باش تدهنوا الوجه. خليت الزيت حتى من بعد نضيفوها. هنا خلطت بالبيطه ها والزيت، هنا ثلث كاس، ثلث تاع الكاس. انا خلطت بالفوي احسن باش هذاك السكر يذوب لنا، ونلموها بالفرينه ساهله. هنا نضيفوا كيس تاع خميره الحلويات تاع 10 غرامات ونص مغرفه صغيره تاع الملح، ونخلطوا. هنا عندي عطر تاع الزبده، اللي ما ديرش الزبده دير عطر الزبده يجي تحسبوها يبدها. انا دوق من بعد في الاخير نضيف نص مغرفه تاع مارغرين كما تشوفوا. شوفوا بدات التمنين، نخليها تتلصق باش تجي العجينه هشه تجي تتلصق في اليد. ساكن نضيف لها هذيك نص مغرفه تاع الدهن تخلي العجينه تجي سهله الخدمه، ما تلصقناش في يدينا وتعاوننا. درت نقطه تاع الزيت وانا نسقد العجينه، تبدا تجيو تلموها بيديكم. غطيتها وخليتها تخمر لمده، الا كان في البرد خليوها ساعه، لو كنا في السخانه نص ساعه. دائما نستعينوا بشويه تاع نقطه تاع الزيت في يديكم. كسرتها الخمره واحد المره ومن بعد بديت نخدم فيها. انا نخدم فيها وهي تطلع تمتم. حنا كان شويه دفى، درت شويه الزيت وبديت نقطع مقريسات كما تشوفوا الشكل اللي تحبوه. شوفوا هنا درت انا كريات ونبدي نقلم تقبه الوسط كما السفنج، ولا تحبوا تحطوه هكا كما البريوش هكا حبيبات. ومن بعد ديك العجينه تحكم روحها، نبلاطيوها شويه بيدينا ونديروا ديك التقبه في الوسط، تجينا ساهله الخدمه. وهاد العجينه قد ما تخليوها تريح قد ما تعاونكم. جيبوا المقص وقطعوها كما هكا باش يجي هذا الشكل التقليدي تاع امهاتنا، ربي يحفظهم واللي مات وربي يرحمهم. دائما جديد نحبوه القديم لا تفرط فيه. تحبوا تخليهم بلا ما تقطعوهم هكا دوائر خليوهم. شوف انا كملت الصينيه كامل خليتها تخمر على جهه. هنا هذا الشكل الثاني، هنا نديرو كخواسو، قطعت ستة د تاع الكريات واللي يبقى نغطيه ونخليه من بعد نزيدو نكملو الخدمه تاعو. دائما نديرو نقيطه تاع الزيت باش ما يلصقلكمش في بلون دو طرافاي فوق البوطاجي. هنا نجيبو مارغرين تاع التوريق هذا باش العجينة مورقة يجي كما بانشوكو اللي تباع برا. درت واحد 100 غرام، درتها تدوب على النار. نجيبو البانسو مغرفة كبيرة تاع مايزينا ونبداو نخدموهم، ورانا نخدمو ونستغفرو ونصليو على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دايما نحل الوحدة وندير شوية مارغرين وندير شوية رشة خفيفة تاع مايزينا ونعاود نحل الزوجة، نزيد ثانية ثلاثة أربعة خمسة نكمل في ستة بنفس الطريقة. واللي ما عندهاش فرينة تاع الكاملة دير فرينة أخرى عادي نفس المقادير كما ديرنا، بس هذه تكون صحية مدى بينا والبنة تجي هي بنينة. دايما ندير شوية زيت من التحت باش ما تلصقناش، وانا نكبر في العجينة تجينا رقيقة هي فيها الخميرة. دوك من بعد تخمر تعاود تنتفخ تولي خشينة تولي سمينة. حللتها بالحلال مليح مليح قدر ما قدرت، ونجيبو الموس ونقطعوها على شكل بيتزا كيما تشوفوا هكا.
على زوج كما تشوفوا، هذاك كل واحد نقطعو على زوج باش يجينا 16 حبه، وجينا يجونا حبات صغار مع فيها الخميره، تزيد الحبات كبر تكبر ويجي كما تاع برا. نرفدو بالوحده ونزيدو نقرصوها مليح مليح ونفتحوها هكا كيما شفتوني درت في بالموس، وندير شوكولا تاع الطالع ماكسون ولا اوبتيلا ولا اي شوكولا تكون عندكم ولا مرصويات، ولويوها كيما شفتوني لويت. هذوك ندير معاكم عده وحدات باش هادو تنجمو تعطيوهم لبناتكم يديروهم لكم ساهلين. شوفوا كي جاوا روعه. غادي نجربو معاكم الوصفات ان شاء الله، نوليو كامل دائما ناكلو الحوايج صحيين. انا ما جاتش حلوه بزاف بزاف، بصح الشوكولا عطاتها حلاوه. درت انا نص كاس في هذه الكميه الكبيره، نتوما اللي يحبوا الحلاوه يديروا حتى كاس، بصح انا ننقصو من هاد الحوايج. كما كنت درت معاكم الكيكات بالسكر البديل تاع التمر، المره الجايه ان شاء الله نديروا هاد الوصفه ونديروا نحيوا هاد السكر الابيض ونديروا السكر تاع التمر ونجربوها ونشوفوا. وانا الحاجه كي تصدق لي وتعجبني نخبر اخواتي، واللي ما تصدقليش ما تعجبنيش نخبر لكم ثاني. انا نديروا تجارب وربي يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. تشوفوا انا كملت كامل كميه معاكم سهله، ما تلصقت مع حتى حاجه. تشوفوا مع العجينه خليناها تتلصق باش تجينا هشه وطريه بزاف. راني دايره الصينيه فرشه فيها بابي كويسو، اللي ما عندهاش ترش شويه فرينه باش ما تلصقلاش، ونعبر الصينيات كامل حتى نكمل. عاد نشعل الكوشه، نشعلها من التحت ونخليها تحمى مو هكا باش حتى هاد الخميره باش الخميره تزيد تطلع لي. هذه العجينه اللي بقات لنا الاخيره حللتها رقيق مليح مليح ودهنتها بهذيك الزبده اللي بقات عندي. شوفوا دريت عليها شويه تاع مايزينا، جي عندي شوكولا هذه تاع تجي قدر واحد 60 غرام ولا اي شوكولا تكون عندكم. انا ما بقاتليش تاع الطالع، اما ندير تاع الطالع احسن. ولويت درتها حربوش كيما تشوفوا هكا وزدت جبدتو باش تجي رقيقه. شوفوا الشوكولا اللي درتها اللي نزوقوا بها دائما الحلويات تاعنا، قطعتها مرصويات باش تجي بان شوكو صغير، زدت قرصتها شويه فيها الخميره وزدت تكبر. جبت حبه بيض، نتوما اللي درتو البيض الصفار خليه وزيدوا عليه شويه قهوه بارده ولا شويه حليب شويه لافاني. انا خليت الحبه البيض وافيه، انا كثرت بزاف كرواسون ودرت عليها قطرات تاع ما زهر عطر مركز تاع ما زهر، تجي رائحه رائعه ما شاء الله. كما تشوفوا الكعك درت له جلجلان، هادو ما درت لهمش، درت لهم البيض وصاي البيض عفوا. مشيت بالبانسوي بشويه، راه مخامرين كي يكونوا خامرين ما تطيحولهمش الخموري بالعقل عليهم. شوفوني حطاتهم فوق الكوشه، الكوشه شاعله من تحت وهما من الفوق هكا. شوفوا زاد الحجم تاعهم راه مخمروا مليح. ندخل الوالا اللي بديت بهم دخلتهم، شوفوا درتها في الوسط تاع الكوشه باش ما ينحرقوش ما ينزربوا الكمش. درت من التحت كي نشوف زادوا نتفخوا الحمار مع الجوانب نشعل من الفوق حتى يتحمروا. شوفوا جاوا ما شاء الله تطابوا من التحت، عاد شعلت من الفوق. ولي عندها كوشه فونتيلي دير فونتيلي دار ضربه واحده باش يتحمروا لهم كامل الجهات. دخلت كرواسون ثاني راه يطيبو، شعلت من التحت عاود من الفوق حتى يتحمروا. باقي بان شوكو راه يطيب في الاخير. شوفوا جا ما شاء الله، شوفوا قداش زاد الحجم تاعو. هادو جاو محمرين ثاني، جاو روعه مقرمشين من الفوق من داخل طريين مورقين، مع كاس تاع قهوه ولا مع كاس تاع لاتاي ما شاء الله. تشربوا بهم قهوه تاع الصباح روعه، خير من تشربوا من برا. تعرفوا واش درتوا فيهم؟ فرينه صحيه احسن من الفرينه الاخرى، ماهيش صحيه كامل ماذا بينا نبعدوا عليها. وانا درت معاكم عده وصفات صحيين وان شاء الله نكملوا مع بعضنا، واللي عندها شي وصفه تحب نقدمها ولا تعطيني مقادير وكل شيء ونقدموها ونجربوها مع بعضنا، واللي تعجبنا نزيدو نكملوا فيها، اللي ما تعجبناش ما نزيدوش نديروها. وربي يحفظكم ويبارك فيكم، وشكرا على تعليقاتكم الرائعه والله راكم تحفزوني. شوفوا مورقه من الداخل كخواص جات مورقه ما شاء الله، دكت الطويات بانوا. بارك الله فيكم على تعليقاتكم الرائعه، ربي يجازيكم كل خير، ربي يفرحكم وينوركم كما راكم تفرحوني. وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، وربي يرحم كل الاموات، ربي يرحمهم برحمته الواسعه. وما تنساوليش اللايك والاشتراك. بارك الله فيكم، استودعكم الله.